يمتلك جهاز الجالكسي نكسس معالج ثنائي النواة بسرعة 1.2 ورام 1 جيجا مع شاشة سوبر أومليد HD بحجم 4.65 إنش وبرزولوشن 1280x720، حيث تم التخلي عن الأزرار الثلاثة وأصبحت في النظام نفسه، أي بداخل الشاشة، وتعمل باللمس، وهي الهوم والخلف وتعدد المهام أو المالتي تاسكينج، وهو خماسي الموجات بحيث يستطيع التقاط أغلب شبكات 3G حول العالم، مع دعم للكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية بقوة 5 ميجا بكسل مزودة بفلاش من نوع ليد، مع دعم للواي فاي والبلوتوث وخاصية DLNA. وهناك نسخة خاصة من الجهاز تدعم 4G، وما يميز الجهاز عن غيره أنه جهاز جوجل الخاص من تصنيع سامسونج، أول جهاز يحمل نظام الأندرويد للإصدار الرابع بشكل خام دون أي تعديل من أي شركات أخرى، فبالتالي ستجد أنه أول جهاز تصدر له التحديثات، وأنه خفيف جدا على الجهاز وسريع بشكل كبير. ومع الملاحظة أن الأندرويد بالإصدار الرابع يدعم العربية بشكل رسمي من ناحية الكتابة والقراءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سعود الخميس صاحب دونة سعود نولوجي التقنية، وإن شاء الله اليوم بنتكلم عن شيء يخص جوجل ونظام الأندرويد بشكل أدق. راح نتكلم عن نظام الأندرويد 4، بما أن اللي بنتكلم عنه جالكسي نكسس يعتبر قديم وثنائي النواة، لكن ليش لين الحين في ناس متمسكين بالجالكسي نكسس ومتخلين عن الأجهزة الجبارة زي الجالكسي S3 وال1X HTC 1X اللي هي رباعية نواة وأشياء فتاكة؟ خلونا نتكلم بكل صراحة، وش الفرق بين جهاز جوجل الرسمي وبين الأجهزة الأخرى؟ زي ما انتم عارفين نظام الأندرويد يجيك نظام مفتوح المصدر، فبالتالي أي شركة مثلا سامسونج LG HTC تصمم لها واجهة وتسميها على اسم الشركة، فبالتالي بيكون تقريبا عبء على الجهاز وعلى المواصفات لأنهم مغيرين فيه ومثقلين شوي. لكن الجالكسي نكسس يتميز عنهم كلهم إنه ينزل فيه نظام خام، يعني هذا الأندرويد الأصلي بدون تعديل بدون أي شيء، فبالتالي يصير خفيف جدا وسريع. يعني هذا ثنائي النواة لو تجي بتجربه مع ال HTC 1X يعتبر سريع، طبعا مو بسرعة يعني لا نقد مبالغ، بس انه يعتبر سريع، ما تحس انه في فرق شاسع وكذا لانه خام. والشيء الثاني ان جوجل تدعمه بشكل مباشر، اي تحديث ينزل للاندرويد ينزل لهذا الجهاز، ثم الشركات تقعد تضبط واجهتها والنظام حقتها لين تنزل هذا التحديث. والشيء الآخر النظام الأندرويد 4 يدعم العربية بشكل كامل، يعني كتابة وقراءة، ما يدعم يعني الواجهة كاملة، يدعم كتابة وقراءة. وراح أتكلم لكم بالتفصيل بالأسلوب الجديد اللي راح أتبعه وش مميزات نظام أندرويد 4 الرابع. يلا خلونا نشوف. يحتوي نظام الأندرويد الرابع على الخصائص التالية: شاشة القفل السريعة والوصول السريع إلى الواجهة الرئيسية أو إمكانية الوصول السريع إلى الكاميرا، مع إمكانية تصوير الثابت من الكاميرا وتصوير الفيديو عالي الدقة وأيضا تصوير البانوراما. وأيضا تمتلك مميزات جالكسي نكسس في الكاميرا على خصائص كثيرة، منها سكان مود والإكسبوجر والوايت بالانس والفلاش مود، والتحكم بها بخيارات سريعة جدا، وأيضا إمكانية التحويل بين الكاميرا الأمامية والخلفية واستخدام التقريب والتبعيد من خلال الزوم، وأيضا إمكانية تحديد اللوكيشن اللي هو تحديد المنطقة بعد التصوير. وأيضا يمتلك الجهاز على تحديد التركيز من اللمس بشكل سريع جدا،
ومن مميزات الكاميرا أيضا إمكانية التحويل بين سكان مود والوايت بالانس والإكسبوجر بشكل حي مشاهد قبل التصوير. الكاميرا تعتبر جيدة ولكن ليست ممتازة، فكانت محبطة للجميع بعد صدور الجهاز. وهناك خاصية الوصول السريع إلى لستة الإشعارات من خلال شاشة القفل، ويمكنك من خلال الإشعارات مسح أي إشعار أو الوصول السريع إلى أي إشعار كان. وأيضا هناك خاصية القفل والتعرف على الوجه، لا يمكن الوصول إلا بعد تعرف النظام على وجهك، حيث يمكنك إعداد هذه الخاصية بشكل سريع جدا وتحديد رقم سري للوصول إلى الواجهة إذا لم يتم التعرف على وجهك. لكن العملية جدا دقيقة ويتعرف على وجهك بشكل سريع حتى بعد الابتسامة. تم تطوير خاصية جوجل فويس أو الأوامر الصوتية للبحث في جوجل، حيث تدعم العربية، حيث نطقت سعود الخميس وبحث باسم سعود الخميس بالعربية. والآن يمكنك مع النظام الرابع ترتيب الأيقونات وإضافة المجلدات وتعديل أماكن الأيقونات بشكل أفضل من السابق بكثير. والآن يمكن مع الوجت تحديد قياس الوجت في أسطح النظام، حيث يتميز نظام أندرويد بالوجت وعدة أسطح في النظام كما هو مشاهد في الصورة الآن. مع نظام الأندرويد الرابع أصبح النظام يدعم العربية بشكل رسمي من جوجل، حيث تستطيع الكتابة والقراءة بالعربية. حيث قمت بكتابة سعود الخميس في بحث الأندرويد في بحث اليوتيوب، ووصل النتيجة بشكل ممتاز جدا. وتم تغيير البروفايل الخاص بجهات الاتصال، حيث أصبحت الأمور أكثر دقة من خلال متابعة جديد نشاط المستخدم أو جهة الاتصال في خدمات جوجل مثل جوجل بلس. تم إضافة خاصية أندرويد بيم، وهي التي تنقل الملفات من جهاز إلى جهاز آخر، يتشاركون بنفس الخاصية من خلال لصق الجهاز بالجهاز الآخر من الخلف وضغط ضغطة واحدة ليتم النقل بشكل سريع جدا، كما هو مشاهد بين عملية النقل بين جالكسي نكسس و HTC One X، حيث قمت بنقل الصفحة المفتوحة إلى الجهاز بشكل مباشر، طلعت نفس النتيجة. وأيضا هناك خاصية جديدة لمتابعة استهلاكك في بيانات الجوال أو 3G أو 4G لمعرفة ما هو البرنامج الأكثر استهلاكا لهذه البيانات. وهنا خاصية إرسال رسالة أثناء رنين الهاتف بمجيء اتصال جديد. إن شاء الله يكون التقرير أعجبكم. بالنسبة لسامسونج اللي هو جالكسي نكسس الخاص بجوجل، هذا جهاز جوجل رسمي، وإن شاء الله أنكم استفدتم من المعلومات الخاصة بالأندرويد 4، وش الفرق بين الصدارات اللي راحت. ويلا يعطيكم العافية.